وات كولومبو راجع؟ عنوان الفيديو بيوضح ان كولومبو راجع، بس ده بجد ولا ايه؟ كولومبو كان منورنا الشابتر ده بكل حاجة بصراحة، كائن لطيف بكل حتة فيه، تمام؟ لكن هل فعلا هيرجع تاني لفورتنايت؟ الفكرة هنا ان الشابتر الجاي ان شاء الله في احتمالية ان كولومبو يرجع. مش هنقول الاسباب ان ليه هيرجع والجو ده، بس هنوريكوا شوية حاجات ممكن تكون حاجة حلوة يعني لو كولومبو رجع. كولومبو عارفين ان هو ما بيتركبش، اول حاجة ما تقدرش تركبه زي الحاجات التانية اللي في اللعبة، ما تقدرش تعمله تيم يعني من الاخر، وبياكل اي حاجة بتبقى قدامه، تمام؟ في الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي تقدر تعمل رايد بكولومبو، تقدر تركب كولومبو وتمشي بيه، وكمان محطوط جنب رايد دي انرجي، او محطوط تحتها انرجي. ايه ده؟ تخيل كده انت تسوق كائن بالحجم ده، تركب كائن بالحجم ده وتتحكم فيه وتعمل بيه اللي انت عايزه. هل يا ترى هيبقى عنده ability ان هو يطلع حاجة من بقه مثلا تولع في اللي قدامه؟ ما نعرفش. انت ممكن تطير بيه كمان، يعني في فيديو اللي انت شايفينه قدامكم ده طاير كولومبو، طار حرفيا ونزل تاني. هو طبعا طار عشان دخل في الريفت، لكن في اللعبة عموما ما كانش بيطير لما كان بيخش في الريفت، لكن دلوقتي في الفيديو اللي انت شايفينه قدامكم ده دخل في الريفت وطار في السماء ونزل تاني. فالكلام ده فعلا ممكن نشوفه في فورتنايت الشابتر الجاي. ده بجد اللي يعني الحاجة اللي احنا مستنينها بأحر من القمر يعني زي ما بيقولوا. فخلينا نستنى ونشوف اذا كان كولومبو فعلا هينزل تاني في شابتر 4 ولا لا.